عنده كم سنة الشهيد؟ عنده 20، عنده 20. ليه فترة قد ايه هناك؟ قعد له 6 شهور. 6 شهور. المفروض يخلص امتى؟ المفروض بعد سنة ونص من النهاردة. سنة ونص من النهاردة. آخر مرة جه امتى هنا؟ من 25 يوم. من 25 يوم. كان خاطب؟ كان خاطب، وهيتجوز بعد 45 يوم. بعد 45 يوم جهز حاجته وحاجات. مجهز كده ومجهز له الشقة وخلاص، كنا هندخل بعد 45 يوم. أنا هيتجوز. عرفنا الخبر ده من على الفيسبوك. هو علاقته بالناس كويسة ولا؟ تمام، كويس، 10/10، وشاب طموح ورياضي وبتاع كورة وكده يعني. وهو ده يعني بشهيد، ده عيل محترم من الناس المحترمة، من الشباب المحترمة، بيهب قلبك زي المجروح، مش من الشباب الطايش. فأي كان يتم مصلحته، فأي كان ينزل إجازة عشان يدور له على عيب بتاعي شديد من بره، مش كان من الناس اللي هي دايرة وبس. زي يعني كان عيل هم بيه. هو وقواتي صراحة يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، المنطقة كلها والبلد عامة، مش هقول لك المنطقة كلها، تحكي بحياتك.